السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عندي لوحة فيها شغل كتير وانا محتاج ان انا اركز على جزء معين واخفي الباقي، فانا ممكن اعمل سيلكت على اللي انا عايزه، طبعا من اليمين للشمال اي حاجة بيلمسها بيعملها سيلكت، انما لو انا عملت من الشمال لليمين فالحاجة بقى اللي انا عامل لها سيلكت كلها هي اللي تيجي معايا، الحاجة اللي انا ملمس جزء منها مش تيجي معايا بالشكل ده. طيب لو دوست شوية هيبدأ يجيب لي الاوامر الخاصة بالكوبي ان انا انسخ العنصر ده من هنا لهنا، طبعا ممكن تدي تقول مثلا عايز انسخه 5 6 مرات زي ما انت عايز، تمام اهوت، فبدأ ينسخه لك 3 مرات زي ما انت شايف. طيب ممكن اقول له اعمل سيلكت واقول له مثلا لا ده انا عايز اهو، شيفت كليك يطلع لك القائمة ديت. القائمة دي ممكن تلاقي فيها حاجة اسمها ديسبلاي سيت، يعني اخفي كل حاجة انا مش عاملها سيلكت، وبرضه لو دوست رايت كليك بس تستنى شوية تطلع لك قايمة تقول له ديسبلاي سيت يخفي كل حاجة ما عدا اللي انت عامل لها سيلكت. طيب لو انا عايز اظهرهم تاني هاجي هنا واقول له ديسبلاي كلير فيبدأ يظهروا كلهم، او خلينا نعملها تاني اهوت، عملت سيلكت على بعض العناصر ودي شفت رايت كليك اقول له اخفي بقية الحاجات اللي مش معمولها سيلكت، وفي اي لحظة حتى لو انا عامل سيلكت على بعض العناصر هدوس واختار هنا يبدأ يظهر لي كل العناصر. طيب شيفت كليك هيبدأ يقول لي ويندوز اريا، يبقى انا هعمل زوم على جزء معين، او اقول له زوم اوت فيبدأ يعمل زوم لكل حاجة، او فيت فيو يبدأ يظهرهم لك بالشكل دوت. وعندك طبعا ان انت ممكن تشوف الحاجات لو هي 3D من التوب فيو او من الجنب او من الفرونت او من الباك زي ما انت عايز. طيب هنا بقى بيوريني الرؤية دي هتطلع معايا بالشكل دوت، تمام تقدر تغير الستايل اللي انت عايزه. لو عايز ارجع للستايل اللي فات فاقول له انا عايزها بالشكل دوت كأنه واير فريم.